نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا. ينضم إلينا الآن من برلين الخبير في الأمن الدولي الدكتور مصطفى العمار. دكتور مصطفى أهلا بك معنا. بداية، ما الذي يمكن قراءته أولا على الصعيد الاستراتيجية الأوروبية، على الأقل على صعيد الاتحاد الأوروبي، بشأن التوتر بين بكين وتايوان أخذا بالاعتبار هذه التصريحات الصادرة عن جوزيف بوريل؟ مرحبا وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. طبعا هذه التصريحات هي جاءت ليس عن فراغ، وانما فعلا يجب ان تاخذ بعين الاعتبار، لان السيد بوريل هو كبير الدبلوماسيين الاوروبيين، وعندما يصرح بهذا التصريح يجب ان يكون له ايضا رده فعل وصدى كبير وواسع في الاتحاد الاوروبي. التصريح قاله في احد الصحف الفرنسيه، اراد هنا ان يعطي ايضا مؤشر أو رسالة إلى السيد ماكرون بأن أوروبا تقف متكاتفة ضد أي تصعيد في الصين من قبل الصين ضد تايوان. وأيضا هناك موضوع أراد أيضا أن يكون جدا واضح بهذه الرسالة بأن أوروبا تقف أخلاقيا بهذا الموضوع، يجب أن تكون حاضرة، لأن أوروبا من أولوياتها أن يكون هناك أيضا حماية أمن وسيادة تايوان أيضا على الصعيد الجيوسياسي. ولكن ليس هذا أيضا مؤشر بأن هناك ليس موقف موحد اليوم على الأقل ضمن إطار الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي بشأن تايوان وبكين دكتور مصطفى؟ طبعا الجميع لاحظ في الفترة الأخيرة كان هناك تقريبا انقسام وانشقاق جدا واضح، خصوصا الأوروبيين الآن أصبحوا ضد ماكرون، لأن تصريحات ماكرون الأخيرة بعد زيارته إلى الصين كانت غير متفقة ومتوافقة مع سياسة أوروبا. هذا الشيء أيضا جعل أن يكون هناك العديد من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، لكن كيف سوف تنتهي هذه الخلافات؟ يجب كيف تصفيتها؟ لا أعتقد أن هناك يعني في الأيام القليلة القادمة سوف تكون هناك تهدئة إلى هذا الموضوع، لأن فرنسا الآن تريد أن تحل خارج السر بهذا الموضوع، لأنما لاحظته خلال الحرب الأوكرانية الروسية هناك أيضا أصبحت انشقاق جدا كثيرة. لكن هذه الأمور كلها سياسيا، ولا أعتقد أن فرنسا لوحدها تستطيع أيضا تقرير هذا المصير، وإنما يجب أن يكون هناك موقف أوروبي واحد بهذه الخلافات. موقف انحياز تجاه تايوان، ليس هذا ما نفهمه اليوم من تصريحات جوزيف بوريل دكتور مصطفى عندما يقول بأنه تايوان بالغة الأهمية لأوروبا؟ يعني ليس هذا موقف واضح انحياز تجاه تايوان؟ لا لا لا، أود أن أقول هنا بعبارة عن انحياز، وإنما هي مسألة أخلاقية. أيضا أنا أوضح السيد بوريل الموضوع ليس فقط أخلاقي، وإنما أيضا سوف تحصل كارثة تجارية واقتصادية إذا تم هناك استغلال هذا المضيق، أو إذا تمت هناك حرب بالهجوم أو على تايوان سوف تكون هناك أيضا كارثة اقتصادية إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي كامل. أعتقد أو من الواضح جدا أن أوروبا تعتمد على الصين اعتماد جدا كبير من العديد من النواحي، ولكن لا أعتقد أنه إذا من الصين هي بهذه السذاجة الآن تريد أن تعلن الحرب على تايوان، ومثل ما يقولون يعني تدمير هذه العلاقات الموجودة حتى وإن كانت متوترة، لكنها هي عبارة عن تنافس تجاري واقتصادي مع العديد من الدول، ولا أعتقد أن الصين سوف تكون بهذه السذاجة لعمل مثلها للإقدام على هذه الخطوة. ولكن يمكن أن تكون هذه التصريحات تثير حفيظة بكين دكتور مصطفى، وأن تنظر إليها بعين الاستفزاز، هذا من جهة. من جهة أخرى، عندما يتحدث جوزيف بوريل عن عمليات للقيام بدوريات في مضيق تايوان، ألا يجب هنا أخذ بالاعتبار أيضا رأي بكين كيف سيكون؟ أولا، القيام بالدوريات هو ليس رأي دبلوماسي، وإنما هو أيضا يجب أن يكون هناك رأي عسكري، معناه أنه يجب أن يكون هناك أيضا اتفاق وتعاون وتنسيق مع الناتو. أوروبا قواتها العسكرية هي تابعة للناتو، والناتو من يحكمها ومن يقودها الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أنه سوف هذا الشيء يحصل غدا أو في ليلة وضحاها، بالعكس يجب أن يكون هناك تنسيق. لكن هو هذا التصريح بالتأكيد سوف يكون هناك له ردة فعل. قبل أيام كانت السيدة أنيلينا بيربوك وزيرة خارجية الخارجية كانت موجودة هناك، وإذا قالت بأن التصعيد جدا واضح من قبل الصين ضد تايوان، لكن أعتقد أنه اليوم الصين تريد أن تستعمل هذه الورقة حتى تجعل من الاتحاد الأوروبي أن يكون أيضا موافق على بعض القرارات الصينية. ولكن على ما يبدو ما يقلق اليوم تحديدا الجانب الأوروبي دكتور مصطفى هو موضوع حرية الملاحة، تحديدا نظرا ربما هنا لما يتعلق في هذا الإطار بالاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا بالنسبة للدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي. هل فعلا عمليات تسيير هذه الدوريات، عمليات حرية الملاحة، تسيير هذه الدوريات هو الحل الآن في هذه المرحلة دكتور مصطفى؟
من الواضح انه يجب ان يكون هناك حل لهذا الموضوع، لان الحفاظ على الملاحه الدوليه يجب ان يتم بهذه الطريقه، ويجب ان يكون مثل ما ذكرتها تنسيق، لان الموضوع هو ليس موضوع دبلوماسي وانما ايضا هو موضوع عسكري، تحريك دوريات عسكريه ضخمه للقيام بمانوفا، للقيام بتقريبا مناورات هناك او للحمايه في مضيق تايوان. هذا يتطلب جهد كبير ويتطلب ايضا تنسيق عالي مع جميع الدول، ليس فقط الاتحاد الاوروبي وايضا الناتو، ايضا عليه ان ينسق للعمل بهذا القيم ولهذا الحمايه مثل هذه المشاركات الحربيه او الدوريات لحمايه البحار الاقليميه. لكن ذكرتها قبل قليل وقلت ان هذا الموضوع ليس بسهل، بالتاكيد سوف يكون هناك تصعيد، بالتاكيد سوف يكون رد فعل من الصين على هذه التصريحات، لكن هذه التصريحات كيف سوف تستقبلها الاداره الفرنسيه، خصوصا ماكرون اليوم هو جدا مستاء من هذه التصريحات وايضا مستاء من السياسه الاوروبيه. خاصة بأنه أيضا شعبية الرئيس ماكرون في أدنى مستوى، ربما سنتطرق لهذا الموضوع بعد قليل. شكرا لك من برلين الخبير في الأمن الدولي الدكتور مصطفى العمار. عفوا.